فاركم الله. المرسل هذه ابن أحمد رباح من الرياض يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا صادفت الأيام البيض يوم الجمعة والسبت، هل يجوز صومها أم لا؟ نعم، يستحب صيام أيام البيض، وهي اليوم 13 و14 و15 من الشهر، ولو صادفت يوم الجمعة أو يوم السبت لا حرج في ذلك. نعم.